السلام عليكم، مع الأستاذ شهرة عبد القادر المحامي تاع الناشط السياسي رشيد نجاز. تحياتنا للأستاذ شهرة. السلام عليكم. بغينا نطرحوا عليك سؤال أستاذ شهرة. هنا أمام المحكمة الإدارية تاع محكمة شلف الإدارية، بغينا توضح لنا كاش جديد يعني فيما يخص الوثائق تاع رشيد نجاز. السلام عليكم. كما تعرفوا بأن رشيد نجاز محروم من وثائقه الإدارية، محروم من الوثائق الإدارية اللي كانت هي شهادة إقامة وبطاقة ناخب اللي تسببت له انه باللي عدم تجديد وثائق الاداريه. اصبح رشيد نكاز كما نقولوا خلينا من السجن تاع السوفي، اصبح محروم لي من وثائق، من الحصول على وثائق الاداريه. كما نقول لك احنا قارعنا لكن بلغ سير الزوبه. المهم قمنا بتسجيل دعوه امام المحكمه الاداريه بشلف وتبليغ ضد بلديه عين مران من قصد الحصول على شهاده الاقامه لتجديد وثائق الاداريه، للعلم بانه رشيد نكاز تم تحويل الإقامة تاعو بصفة نهائية عن طريق شهادة الشطب من سجل القنصليات من الخارج، كذلك تم شهادة تغيير الإقامة بصفة نهائية مؤشر عليها من وزارة الخارجية للجزائر. احنا هذا هو الشيء اللي نقولوه بأنه رشيد نكاز محروم من كل شيء، يعاني، أصبح يعاني من طرحوا لك اسمح لنا أستاذ كاطنك نطرحوا لك سؤال فيما يخص الجديد تاع قضيه نجاز والوضعيه تاعو الحاليه الان. هل هي يعني تسير في امور قانونيه تسير بسلاسه وكاين صعوبات؟ رشيد نجاز بالنسبه للراي العام بانه رشيد نجاز هو متواجد في السجن بطريقه غير قانونيه، هو مسجون تعسفيا منذ تاريخ 4/4/2019. هذه النقطه ما كانش لا نقاش فيها. بالنسبة أنه رد وزارة العدل على أساس بأنه سجن رشيد نكاز هو سجن قانوني، احنا وتسبيب على أساس نص المادة 197 مكرر، احنا نقولوا أنه نص المادة 197 مكرر تهدر على أجال الفصل في الملف، على أجال الفصل في الموضوع. أما مسألة تجديد، أما مسألة تمديد الحبس المؤقت تنص عليه المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية. للتوضيح للرأي العام نوضح له بانه رشيد نكاز هو متواجد في السجن بطريقه قانونيه تشكل جريمه وفقا للتشريع الجزائري. هنا رد وزاره الداخليه، رد وزاره العدل على اساس بانه رشيد نكاز مسجون بطريقه قانونيه لا غبار عليها. احنا نقولوا بانه سيتم اتخاذ كافه الاجراءات ورفع رفع شكاوي عن جميع من لهم مسؤوليه امام القانون فيما يخص حبسه التعسفي. هذا الشيء اللي نقدر نوضحه للراي العام، هذا الشيء نقولوا. والسلام عليكم. فيما يخص الحاله تاعو، الحاله مازال رشيد نكاز نعرفه، رشيد نكاز انسان مثابر، انسان شجاع، انسان نفس الانسان اللي نعرفه بانه رشيد نكاز مازال عنده نفس العزيمه نفس الاصرار كما يعرفه الشعب الجزائري قبل ما يدخل الحبس. نتمنى له الحريه والحريه كامل السجناء ان شاء الله. وشكرا للاستاذ، ربي يخليك. ربي يعزك. شكرا.